وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى ببر اليتامى وافتقاد الأرامل فها أنا محتاج يا رب فها أنا محتاج فلا تك قاطعا حبال رجائي يا خير واصلي. كيفكم؟ شو أخباركم؟ أربعة وواحد خمسة الله يعلمك كل عام بخير وانت بخير ثلاثة واثنين خمسة ايش بك دكتورة؟ وين الدكتور وين باقي الدكاترة وينه؟ جوا ثلاثة وواحد أربعة واحد وواحد اثنين أربعة وواحد خمسة شوفوا المرضى شو صاير معك؟ شو صاير معك؟ والله ما بعرف هيك اليوم تلبكت شوي نفسي ضاق منتقل امبيحة بالفطور والله لا والله عندي ضغط انا شوي ايه والله عندك ضغط؟ ايه عندي ضغط هيك الملح زيادة بجوز بجوز خبيدة أربعة وواحد خمسة الله يرزقك ثلاثة واثنين خمسة كيف مات زوجك؟ والله لحاله جلطة جلطة؟ أول أحداث جلطتين الله يرحمه يا رب كم ولد قلتي لي عندك؟ خمسة الله يجعلك دايمين الله يسلمك الحمد لله عم درسه هندسة وكل شيء خمسة؟ الخمسة عندي اثنين هندسة واحدة إدارة أعمال وصبي بكالوريا وبنت حادي عشر والخمسة أيتام؟ إيه على أكثر شيء هندسة عمارة ها؟ خمس هندسة عمارة عم تدرس هندسة عمارة؟ بنت هنا سنة؟ رابعة وأصغر شيء؟ حادي عشر بنت خمسة كل واحد بربح معنا 100,000 رح أسألك سؤال وأنا مع واحد خمسة 500,000 الله يعطيكم ألف عافية ثلاثة وواحد أربعة كل عام بخير أنت بخير الله يعطيكم أربعة وواحد أربعة بواحد. أربعة زائد واحد خمسة طبعا أنت تصرف كل عام بخير ثلاثة واثنين خمسة متردد شفتك بالجواب لا كلك ثلاثة واثنين ثلاثة واثنين خمسة تعال تعال نشبك هات بس نيمي المخلوق نحط لها جنب راسك كل عام تبخير كيف الحمد لله على السلامة ها خليك 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 واحد زائد واحد اثنين يلا هاي 50,000 كل عام تبقى الف خير السلام عليكم ايه انا اللي عبقوله شلون ندخل أربعة وثلاثة خمسة السلام عليكم السلام عليكم عليك العافية يا حجي كيف ها؟ اشبك اشبو اشبو ما بدي شبكة ركبتها لسه هو حد صلي عليك عملت جمعية ايه تقريب للدكتور محتاجة أربع جمعيات وريت عاد 60 ما مساوية هو 60 ايش انا بتسلم انا بسلم خمس ملايين ونص شو ندفع منه؟ ما عاد دفع عجي طاول ها؟ ما عاد دفع عجي وكل نهارين ثلاثة بجي لهون كل نهارين ثلاثة بجي لهون فيهم يحددوا لك يا هلا العملية؟ بعد العيد دكتور هون مستشفى بعد العيد؟ ايه شاب بتكلف قال لك؟ شو اسمه دكتورك؟ بيعرفوا المستشفى عم تروح على الجمعيات شو عم بقولوا لك؟ عم بقول عمره 60 تحت 60 سنة وفوق من زاوية 60 61 64 ما من زاوية راح تعفريشي قلنا نضربكم عم ما شايفيني عمري 40 سنة؟ ايه ايش لون انا بالهوية؟ قلن بالشباب إيش؟ الله يوفقك استاذ شادي الله يوفقك الله يحميك الله لا يضيمك الله يخليك انت والشباب المعاقل شادي قلت لي بتكلف؟
5:30. والله هي سؤالها صعب. سؤالها صعب. سؤالها صعب، بدك تعرف تجاوب تكون هيك نظامي. هلا 1+1=2. خد رامو يا ابو النور اندفع كامل مبلغ لك. خد رامو يا ابو النور اندفع كامل مبلغ لك. الله يرزقك. 5.5 مليون اندفعت كلها. الله يرزقك. ماشي. الله يوفقك. الله لا يضيمك. انت والشباب. دكتورنا يا دكتورنا. كل عام وانتم بخير. هلا بده الشبكه. تابعونا موضوعه وانتهى. عم بقول لي انه كاتبي له 5.5 مليون او كذا وهيك. تابعنا معه انت من بعد امرك خالص. ترصدت حجي. الله يرزقك. عليك العافيه. الله لا يضيمك. بدك شيء غيره؟ الله يوفقك. الله يوفقك. قل لهم قل لهم انا عمري 40 وبدخل ب 43 ومكبر. الله لا يضيمك. شو قد العمر الحقيقي؟ 61 مواليد. هلا على سنة 61 مواليد؟ ايه. بركة. الحمد لله. ان شاء الله على السن وعلى الايمان. مين بين عليك؟ اللهم صل. ايش ما هو يعني استاذ شادي على الشبكة كمان انا اكون عشقان وحبيبي. لا والله ايه امرك وعندي عجوز وحاجة عم بسلها فيها. بعد ما نطالع من عنا رجال. بعد ما نأمن على الشبكة. يلا عليك العافية. نبعت تواصل ان شاء الله. حددوا الموعد وانا جاهز. انسى خلاص. ركز لي بالشبكة وبس انت. او ركز لي بهي. ايش قلت لي عندك؟ ايش عندك مرتك؟ ايش قلت لي؟ ابشر لها فيا. ركز لي بتسليتك لبعد العيد. السلام عليكم. 4-1-5. كل عام بخير. السلام عليكم. الحمد لله على السلامه. شو عامل عمليه؟ شو عمليه قلب؟ والله 4 شبكيات. 4 شبكيات. 4 شبكيات. شو قد عمرك؟ ليش؟ عمري 42 سنه. 42. 4. انت مرته؟ ايه. سليتي سلي للزلمه؟ روحتي له القلب وروحتي له الحمد لله. والله جوابك جوابك دبلوماسي معناته هو البزلط. 4-1-5. كل عام بخير. 3-2-5. لك ناوي الله وسعدك بس اشوفك. هي بس ابص قلبك. عليك العافية. مرحبا حجي. شو صاير معك؟ والله دم عم نعطي دم. ناقص دم؟ دم قلبها. الحمد لله على سلامتك. جلطتيه انت؟ شو ما بساله. شو عم تعمل لك مشاكل؟ شوي فروتي. فروتي يا لطيف يا لطيف. 4-1. 4-1-5. الحمد لله على سلامتك. 3-2. 5 كمان. اسلام. 4-1-5. اسلام ايديك. الله يرزقكم. 4-1-5. الله يرزقك. 4-1-5. 4-3. 4-3. 7. الله يرزقك. والله يا استاذ شادي. 4-3. خلص انا ما. 4-3. انت بتوزع. 7. خلص مش. يعني هنن بياخذوه وهنن بيوزعوا على كيفهم. دكتور ما شاركت معنا، دخلت لقيت انثويات فقط. 3-2. انت بتتصرف دكتور، يعني دكتور قلبيه. هلا امبارح كنت بالرازي قلت لهم قلبي مكسور شلون بدي جبسنو؟ ما عرفوا جبسنو. هون في عندكم جبسين؟ 4-1-5. كل عام بخير. طول عمرك. شو كان؟ 4-1-5. 3-2. كل عام بخير. يلا مرحبا. ايش صاير معي؟ والله مرضاني يا امي. خلي لي ها؟ والله تعبان. ليش؟ معي القلب وجع الصدر. اي هون ايش عم تعملي هلا؟ هلا اخذوا تحاليل. وما تحاليل؟ تحاليل اخذوا؟ في شيء ملاحظات هون بالمشفى؟ هلا جيت. لا والله حرام. امورهم تمام؟ تمام. 4-1-5. عليك. 3-2. انت شو بتقربيها؟ 5. جارتها والله. جارتها والنعم منك. 4-2-5. 4-1-5. ما بحبه مو بالله. 3-2. 3-2. 3-2. لا عملنا درس. إمال على أمال على أمال على دكاترة من حقها بتقب. لا أنتو بخير. تعالنا. 4-1. عم شادي سبعة ثلاثة. 4-1. إن شاء الله كل عام تبقى ألف خير. 4-1. 4-1. 5. يلا كل عام تبخير. 3-2-5. 2-1. 3. شو الله يرزقك. 1-1. كيف؟ ميرسي. 1-1. كمان 2. يسلموا. 2-1. 3. 4-1.
أربعة وواحد خمسة. أنت بخير. أنت بخير شكرا. وين مين ضل؟ مراقب دوام؟ ما رحت الدوام. والله ما عم دير بالك على الموظفين. ثلاثة وواحد. ثلاثة وواحد. أربعة. أنت بخير. أربعة وواحد. أربعة وواحد. والله إذا في حدا عم بيتعب بكل حدا. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. أربعة وواحد. أربعة وواحد. أربعة زائد واحد. خمسة. ثلاثة زائد اثنين. خمسة. كل عام تبقى ألف خير. اثنين وواحد. خمسة. اثنين وواحد. اثنين وواحد. وأربعة وواحد. خمسة. كل عام تبقى خير. يلا أعطيكم العافية جميعا. كل عام تبقى ألف خير. شفنا هالقمر واقف عم بستنى الميكرو عدى عشان بستنى الميكرو عالشباب كان فاضي الميكرو ما طلعتوا ولا وهالبلد بخير ان شاء الله. ابو ايش؟ ابو احمد. ابو احمد يا ابو احمد انت ام احمد؟ اي. طيب وين كنتوا؟ وين قربوا شوي هيك على بعضكم؟ ليش هيك؟ الله لا يفارق بعض. طب عاد الله لا يفرق حدا. لك حطي ايدك على كتفه. طيب لا يي يا معزه ليش؟ لا لا بلفك. يي الله يجعلكم ايش وي الله يجعلكم دايمين. الله يسلمك. كم سنه صار لكم متجوزين؟ 60 ل 50. اكثر من 50. والله هي من حلاوه هالسنين نسيانتهم. نسيان. نحن تزوجنا سنة 1962. 62. بالشتاء كان برد قارس. شوفي هالتفاصيل الحلوة ما بنساها. مو مثلك انت نسيتي هلا السنوات. أنا نسيان. سنوات الضياع هاي. نسيان. كم ولد عندك؟ أربعة. أربع أولاد. أربع سبيين وأربع بنات. أربعة بأربعة؟ أربعة بأربعة. حاكمينه النظامي أم أحمد؟ الأربعة والأربعة كلهم برا؟ لا لا اثنين برا واثنين جوا. بطلوا عليكم؟ بجوا بزوروكم؟ لا بزورونا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بزوروكم بقوموا بواجبهم تجاهكم؟ الحمد لله الواجب يعني بدعموكم ماديا؟ بجوا ماديا كلهم دراويش. كلهم دراويش. الله يعينهم يعني. الله يعيننا كلنا. شو الفطور اليوم؟ اللي الله قسمه لانه اخر رمضان. طب اليوم انا هلا بدي اشاركك معي بالمسابقه وانت بتاخذي الشيء اللي بدك اياه. عندي لحم بعجين حلبي اللي الله قسمه. طيب ابو احمد واحد وواحد. اثنين. ثلاثة واثنين. خمسة. صاروا 100,000. أربعة وواحد. صاروا ستة. أربعة وواحد. أربعة وواحد. خمسة. 150. واحد وواحد. اثنين. 150,000. اثنين وواحد. اثنين وواحد أربعة. اثنين وواحد. اثنين. ثلاثة. اثنين واثنين. اثنين واثنين أربعة. دخيل هالعينتين. تسلم يا رب. تسلم. 150 لك. 150 له. تسلم. 150 عليك. كل واحد. هيك يعني. ربي يحميك. الله يبارك فيك. وبعرق جبينكم ربحتوها. بس بقي شغلة بس. ظرف أخير. ثلاثة وثلاثة ستة. هاي 50,000 منجيب فيها الفطور اللي بدنا اياه انت. يا الله. بعد أمرك تجي بتفطروا انت والشباب عندي. لك ابو سبك والله لو في وقت لاجي والله. بس بوعدك بعد العيد ان شاء الله. انا هلا عندي اسبوع صلنا المحرك 30 يوم كل يوم حلقة بعندي اسبوع ده لحق ادوية ولا حق احلل ولا حق اصور وكذا واعيد نشاطي للاسبوع اللي بعده. الله يحن عليك ربي. ان شاء الله باذن الله. يلا الله يديمك. يلا السلام عليكم. الله يجعلكم دايمين. الله يسلمك. دايم حياتك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. نحن عمال. انت عمال وين تشتغل؟ بنشتغل بالحجرونه وبالسيراميك. قد يوميتك؟ يعني 15. 15,000؟ ايش رايك نترك الاعلام؟ أربعة وواحد. خمسة. ثلاثة واثنين. انت معه عامل؟ طب ليش هو مغبر؟ انت مالك مغبر؟ مغسل شعرك. مغسل شعرك. ثلاثة واحد. أربعة.
3-1-4-4-1 5 5-2 5-2 7 لا ده هدي 5-2 7 كل عام بخير 3-1 4 حبي 4-2 6 عندي صابون غار والله ببيعه ببيع صابون غار؟ اي والله ايش نوع هذا الصابون هات صابون غار 6 برميل فيه والله شو؟ للحمام والله شو ممكن شي ذهب ذهب كله تواصل كم كيلو هدول؟ 10 10 كيلو شو ما طلع ما ونيش الشرف 3 سنين يا استاذ 3 سنين شو هذا الكيلو عم بيعه؟ 1 هدول كم كيلو؟ 10 يعني 210,000 خلاص بنفرقهم معناتها 2-1 2-1 3 هي حقهم 200 اعطيني 10,000 هي 210 السلامة روحي 3-2 3-2 مستوى 5 ها 3-2 5 وهي 100,000 هيك على راسك كل عام السلام عليكم وين رايحة؟ رايحة مشفى الرازي وصاير معك؟ والله جسمي تعبان وين ساكنة؟ ساكنة هون بعطيني بيت بابن حماي ايه ساكنة فيه عندك ولاد؟ أنا والختيار بس في عندي بنتي عندها جوزة معاق والله ليش رايحة على المشفى أنتِ؟ عشان جسمي جسمك عم بوجعك؟ كثير طب ليش ما أخذي معك حدا؟ الله معي ها؟ الله معي أربعة الله معك والله كلامك مزبوط 4-1 4-1 5-1 قولي 5 هي 50,000 3-2 3-2 5 هي 100,000 4-1 4-1 5 كل عام بخير عليك العافية إن شاء الله يلا أنا برأيي تاخذي تاكسي ما تكملي مشو ماشي أبو النور أبو النور وقف لها تاكسي تطلع على المشفى الرازي 4-1 5 إيش اسمك أنت؟ صبيحة هرموش أم إيش صبيحة يا صبيحة صبيحة وين ساكنة؟ سريان ها؟ سريان كم ولد عندك؟ بنوتين اخذ الخسات والخيارات ويوم فتوش معناتها الفطور بس طيب كم ولد عندك؟ عندي 3 بنات وصبيين 3 بنات وصبيين الله خمسة يعني خمسة كلهم عندك قربي شوي لعندي لا ما كلهم عندي بس بنوتي عم تدرس بس بنوتي والباقي متجوزين ها؟ متجوزين كلهم متجوزين بيطلعوا عليكي؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله صبيحة يا صبيحة يعني مرضيين؟ الحمد لله الله يرضى عليهم دنيا آخرة أكيد الحمد شو لله شو بتشتغلي أنت؟ متقاعدة متقاعدة وين كنتي قبل؟ بكلية الطب أنا وزوجك؟ ما بشتغل شيء هلا لأني ما بشتغل شيء ولا سابقا؟ لا من 12 سنة لهلا صار شوي مي بيضة بعيني لا 4-1 5 الله يرزقك 3-2 5 2-3 5 لا أنت بخير إيش أم إيش أنتي؟ أم محمد أم محمد يا أم محمد وين ساكنة؟ هون بالشيخ طه شيخ طه؟ هون ها آه كم ولد عندك؟ ولد ها؟ آه؟ ولد ولد؟ أنت عم تبيع الورد؟ جيب لي غنية على الورد هلا وراح أربحك معي تذكرها عمي لك ما بصير تقول له طيب عمي هي بتحطوها هذيك مرة ما حطيتوها 3-2 5 4-1 5 1-1 2 الورد بيطلب مي الله عليكي اسمع شو ما في ورد بيطلب شو مي ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت الورد بيبقى سكوت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت اذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت برافو عليك ربحتي 50,000 تعي لك تعي 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 يلا بعرف هذا بياع الورد عمي يا بياع الورد اليوم كل شيء مباح بهذه الحلقة عمي يا بياع الورد عمي يا بياع الورد قل لي الورد بيش قل لي شو اسمك انت؟ انا منى طعمه جوزي لك شو هالعيون الحلوه مثل عيونك وشو هالعيون الملونه يا منى وشو هالرواء وشو هاللبس والله من زمان عم بدور عليك أربع. انا كل سنه وانت سالمه تسلمي لي الله يديمك الله كل عام بألف خير طولي في عمركم 4-1 5 3-2 7 5 5 1-4 5
كل عام وانتم بخير. الله حيا الشباب، وين كنتوا؟ بالعمل. بالعمل كله بالعمل مع بارفق. انت ابو اللغه العربيه الفصحى، وين ساكنين بشكل عام؟ مقطع البقاره. مقطع البقاره عدو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ابو النور 12 ظرف. سؤال مشترك، 1+1 لك الله محيي هالعينتين. 12 ظرف، هاي 12 ظرف. كل وقت كل ظرف فيه 50,000 لكم، كل عام وانتم بألف خير. وزون نستلم الموضوع. يلا منين جايبين هالعمال هدول؟ عمال بنشتغل بمعمل اسمنت. 4 و1 5. برافو عليك. كمان الشباب 2. تفضل. 1 و1 2. 1 و1 علي صوتك. ايش بدك تريح صوتك؟ وين رايحة؟ رايحة على بيتي. هاي من وين اخذتيها؟ هي جماعة يعني وزعوا. كم ولد عندك؟ عندي 5 بس كلهم متجوزين. لحالك قاعدة؟ أنا والحجي. أنت والحجي، أمي ايش بقولوا لك؟ أم أحمد. أم أحمد؟ عراسي يا أم أحمد. وقفتي لي قلبي برقد وراك. أم أحمد 4 و1 5 والله. 50,000 يسلموا. 2 و1 3 صاروا 100. 3 و2 5 150,000 2 و1 2 و1 والله ما بتعرف. صايمة أخذ علي السيام. طلع علي أخذ علي السيام. قولي 3. برافو عليك. هي 200,000. سلمينا على أبو أحمد. الله يسلمك. أوصل لك تاكسي. أطلعك تاكسي. إيه وين بيتك؟ هنيك قفل الحديقة. يلا كل عام وانتم بألف خير. أنت بخير. أم إيش أنتي؟ أم عمر. هذا عمر؟ هذا محمد الصغير. محمد الصغير. لازم تلعب باسكت انت، ها؟ طولك حلو. الله يسلمك. 4 و1 يا محمد. 4 و1 5 وين ساكنين؟ بنيسر. 3 و2 3 و2 5 6 و4 6 و4 10. كل عام بخير. مرحبا. أهلين. كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. شو أخبارك؟ والله الحمد لله. ليش قاعدة هون؟ عم بستنى سيرفيس ميسر والله. عم بستنى سيرفيس ميسر. عم تستني سيرفيس ميسر؟ تعبانة هيك. ايه انا عزة ما بستنى مشي. عزة؟ ايه والله. شو صاير معك ليش؟ رجلي 3 سنين انكسرت وما جبرت معي مرض لاني. انت من وين؟ انا من ميسر. انت من قلب الميسر؟ ايه. وساكنة بالميسر؟ ساكنة بالميسر بس انا الاصل من جبل قبة. من جبل قبة. مين ساكن معك؟ جوزي عاجز كمان مشلول وبارك، بس أنا وجوزي ما معنا حدا. أنت وجوزك؟ أنا وجوزي. جوزي كمان مريض. إيش بو مريض؟ معه صرع بدماغ وجيته جلطة على ركبه. جلطون جلطي أنت؟ الله بطلع عليه، بس حفو بطلع عليه، ما في حدا غيري أنا وهو. عندنا بس أولاد؟ بنت وحدة. بنت وحدة وينها؟ متجوزة، جابت لنا توم مبت حسين طلع علينا كمان. يعني ما بتجي بتطلع عليكم؟ ما والله ما بتحسن. ولدين صغار هيك. على انه اولاد صغار. ايه. بس هي مرضيه. ايه الحمد لله. الحمد لله الله يرضى عليها. اكيد. ايه ايش بيقولوا لك؟ ام حمزه. ام حمزه. انت ايه؟ شو اسمك؟ اسمي هاله عمر. 1+1 2. ربحتي معنا 1,000,000 ليرة سوري. 500 لك، 500 للحجي. الله يرزقكم يا رب. الله يعطيكم. ما تدبروا لي كرسي. الله يحن عليك. كرسي لايش؟ ما بس انا امشي، لا انا ولا الحجي. يعني انت بدك كرسي عادي؟ لا عندي كرسي عادي، بدي اياه من يتفشني وما بلاقي حدا والله، وبترجى اولاد الجيران. الله يحن عليك. بدك كرسي كهرباء؟ بنشوف بنتابع. الله يحن عليك. هاي 1,000,000. يعطيك العافيه. 500,000 افتحيها بجنطتك فورا وانسحبي. الله يعطيك العافية. الله يعطيك سلامتكم أبوي. الله يعطيكم العافية. الله يحميكم يا رب. يلا
يعطيك العافية. كاين عندك شغلة اليوم، وين بنتك؟ بيتها والله. وين ساكنة؟ بعدي بحارتين بميسر. دقي لها تليفون اسمية هي وسهرك. ايوه خدوا فروجتين مشويات من عند الصياد بدوار الشعار، مو عرفتي؟ هدوار الصياد، هدوار الشعار في فروج الصياد، فروجتين مشويات اليوم افطروا. الله يجبر بخاطرك، الله يرزقكم يا رب. شلونك؟ الحمد لله. شلون كنا انتم؟ ايش عم تظبط؟ ايش عم نصلح بسكيتات وبظبط؟ انت مصلح بسكيتات؟ اي ها؟ اي دراجات هدول بس تصلحون؟ اي طب ما بتصلح لي هالبشر هدول؟ هدول حلوين هدول. والله شو؟ السلامة سكر. هذا بده زبخ زنار. اي هذا بده طابون كله بده تغيير. هذا الرفراف كمان امامي خلفي رايح. ايه من سلام صلح لنا اياهم. لا يوم ايش بقولوا لك؟ ابناجي. انت اجير لا والله درويش عباب والله. بالله شو؟ ايه والله ما بيعطوك يوميات ولا شيء؟ لا من جد لا بصلح بس هيك بشتغل. بالله شو؟ على باب الله يعني. على باب الله. ابو ايش قلت لي؟ ابناجي. ابناجي 4-1 5 الله يرزقكم. 5-2 5-2 7 7 عم بياخذها قبل طول بالك. 7-2 9 9-1 10 ايش رايك تاخذ الشنطاي كلها؟ شو صار؟ 200,000 تنكنن على ربع مليون. الله يرزقك. ما بصير. 3-2 3-2 5 خذوا انت بقى لحالك. السلام. السلام عليكم. تمام؟ تمام. بدك شيء؟ بدي سلامتك. ما انا ما انا نسوج هدول الشباب شو؟ لا حاج هلا. بعد العيد بعد العيد. هلا نحن هي الحلقة الأخيرة. ايه. ببعث لك يوم بالعيد كل يوم واحد ايش رأيك؟ لا. ظبط لي رفاريف سكرة سكرة. لك لا تنغاش لا تنغاش بالمزايا. السلام عليكم. بارك الله فيك. شيخنا؟ ايه. أو عرفنا عن نفسك؟ أخوك بالله الشيخ أحمد. شيخ أحمد شيخ أحمد أعطينا هيك أعطينا حديث نبوي. أعطينا حديث عن آخر رمضان. عن آخر يوم. نعم. تقريبا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام قال أوله رحمة أوسطه مغفرة أخره عتق من النار. الآن رفعت الأسماء إلى الباري عز وجل الصائمين وسجلت، ويوم العيد إن شاء الله تعالى بصلي صلاة عيد صباحك الملك بيعطيك الجائزة العتق من النار. يا ربي دخيلك أبو النور. بعد عمي مزدوج بأمرك. الله يكرمك. حياك الله. إيه. هاي 100,000 الله يجعلك دائم. يلا السلام عليكم. وحدة كم ولد عندك؟ 3 4-1 5 ما بنا هيك معنا. ما بصير. لا والله. الله يرزقك. 2 5 هاي بعرق جميلة مسابقة. الله يرزقك. 2-1 3 4-1 5 صاروا 200,000 كم. الله يكرمك. الله يكرمك. 3-2 5 كرامته بخير. الله يرزقك. الله يحميك يا حبيبي. يلا احلى ابو احمد. سلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا العظيم؟ أهلين وسهلين. أهلين أستاذ شادي. والله الحمد لله. تفضل سريح. تفضل. أهلين وسهلين. لا والله لا والله. 2 تفضل. أهلين وسهلين. هاي كرسيتك. أهلين أستاذ شادي. عود خاي عود. شلونك؟ شلونك؟ ايش عم تبيع؟ سماء ونعناع. والله توابل وزعتر وهالشغلات. ايش بدنا نسوي؟ توابل. جنابك أبو علي. أبو علي يا أبو علي. وين ساكن أبو علي؟ والله ساكن بحلب الجديدة. قبل أزمة شو كنت تشتغل؟ والله أنا محلي يعني هون عمرته كان خربان هون أول السوق. بدلت عرايس كنت اشتغل. عمرته وسويته وحطيت له باب بس يعني السوق بستنى السوق لبين ما يخلص مشان الغبره تخلص يعني بعود برجع محلي. هلا حاليا بحيطت هون بيركع بالسله يعني لبين ما يخلص محلي ان شاء الله. الله يجعلها بميزان حسن. الله يسلمك. عم تقرا قران؟ ايه الحمد لله رب العالمين. ايه الله كريم. ما في 4-1 5 3-2 5 6-8 6-8 14
6 و2 6 و2 10 150 الله يرزقك الله يرزقك وانت بخير الله. الله يكرمك استاذ شادي وانت بخير ان شاء الله الله يسلمك الله يعطيك العافيه طيب ابو ايش بقولوا لك ابو محمد ابو محمد ابو محمد وين ساكن ابو محمد ساكن بالميسر 4 و1 4 و1 5 الله يرزقك 1 و1 2 كرامته بخير شو اسمك انت باسم نقار باسم نقار وين شو بتشتغل يا باسم اشتغل كهربجي قرب شوي لشوف شو وين كنت بالشغل رايح على البيت هلا اي وين ساكن بالجلوم بالجلوم ايش رايكم نطلع على الجلوم هلا نعمل لنا هيك جوله بالجلوم صرنا زمان طيب باسل ولا باسم 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 اسمه باسم يعني اسم اخوي بطلت اشاركك معي بالمسابقه 1 و1 2 3 و2 متجوز؟ ايه كم ولد عندك؟ عندي صبيان وبنت صبيان وبنت سوق هات اعطيني نص صبيان وبنت؟ ايه وامي ارمله وامك ارمله؟ صبيان وبنت وامه ارمله اشتريت لهم كسوة العيد لسه؟ ما اخرت ليش؟ صعب صبيان وبنت قد ايه عمرهم؟ واحد عمره 4 شهور واحد عمره 5 سنين واحد 5 سنين واحد 4 شهور والبنت 5 تقريبا 10 سنين طيب 3 و2 3 و2 5 اي 500 ألف الله يرزقك تشتري لهم كسوة العين ان شاء الله اعطيني ظرف مزدوج 4 و1 4 و1 6 4 و1 4 و1 5 يعني اغطى هدول لامك الله يرزقك انت سالت عنا جاوبت عنا سالتك وجاوبت عنا شكرا كثير لا عم تبقى غير شكل مرضاني؟ ايوه ايش صاير معك؟ والله هيك دوخة وملالين هلا دوخة فهمناها ملالين ايش شو؟ تعبانة يعني تعبانة ايه هيك جسمك هيك تحسيه مكسر كله تعبان اه؟ ايه وين ساكنة؟ ساكنة بحارة البستان حارة البستان؟ ايوه وين هي حارة البستان يعني؟ مليوني على 4 مفارق يعني عرفت انا يعني هون ايش باب النيرب شو؟ باب النيرب؟ اي ايه وما عندي رجال عاجز كمان عندك رجال عاجز؟ ايه كم ولد عندك؟ عندي 3 أولاد كل مين ببيته ما بطلوا عليكي؟ والله منون ومنون منون ابدا ايه. 1 + 1 1 + 1 قولي 2 والله ما قولي 2 قولي 2 2 برافو عليك هي 50 ألف والله 3 + 2 قولي 5 5 برافو عليك 4 + 1 4 اختاروا 6 قولي 5 5 الله يرزقك الله السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله شو هون بيت هاد؟ لا والله جنينة هي هيك جنينة هنا شو هي بتقعد فيها انت هون يعني شو اسم المنطقة هون؟ منطقة هي المقامات ايه منطقة المقامات مقامات نعم يعني. معلش ندخل هون في حدا يلا؟ لا ما في حدا يعني هي انت هيك ما جنينة هي بس جنينة الي ايش هالقعدة الحلوة صاحب مرام بينتك صاحب كيف؟ والله الحمد لله شفتك ايه قاعد برا هيك عم شو اسمها هي المنطقة نحن؟ منطقة هي المقامات منطقة مقامات لمين تابع هي؟ تابع الله عندك المعادي الفردوس ايوه اي المقامات 3 و1 2 3 و1 4 هي 50 ألف الله يرزقكم يا سيدي 3 و2 5 صاروا 100 ألف 1 و1 2 برافو عليك هي 150 ألف السلام عليكم سلام عليكم
اسمك؟ شريف. شريف يا شريف. شريف شو قد عمرك؟ 15 سنة. شو اسمها هي المنطقة هون؟ هون نقطعها شوي مستشفى عبد العزيز يعني المعادي. معادي. ايه. لمين أنت طالع عيونك ملونة؟ لأبوي. أبوك وينه؟ أبوي ميت. نامت؟ من 7 سنين 8 سنين. شلون مات؟ قذيفة. نزل من بيت جدي من صلاح الدين يمكن. نزل من بيت جدي أمات. أنت شو عمرك هلا؟ 16 17 سنة. طيب مواليد 2005. 16 17؟ اي مو مبين عليك، مبين أصغر. طيب كم ولد أنتو؟ نحن؟ أنا وأختي وأخوي وأنا بس، 3. أنت وأختك؟ وأخوي وأنا. وأخوك؟ اي أنت 3 أنتو؟ صبيان وبنت؟ اي وأمك؟ اي وأمي 4. ما وين؟ أم هون ساكنة؟ اي أيوه. أمك هي عم تطلع عليكم؟ مين عم بيشتغل؟ أنا بس. انت شو عم تشتغل؟ خياط. شو ده بالطالع؟ 50,000 بالجمعة. بالجمعة؟ اي. شو ده عمرك يا رجال البيت؟ 16 سنة. 16 بس عم نوصله نحن. هي أول مرة بجي أنا هون على هالمناطق هيك، تعرف أنت. هي ملعبه وعم حارته وعساس وجمع. طيب شرفوا واحد وواحد؟ 2. ربحت معي 1,000,000 ليرة. انتو الأربعة. انتو الأربعة قسموا بيناتكم كل واحد 250,000. الله يرزق. انت أخين وأخت 3. ايه. أمك 4 صح؟ ايه. صيروا شقد 1,000,000. 1,000,000. خده مد ايدك ابو النور. طب شايفني ليه فوق ابو الشرف؟ الله يرزقك. بدك شيء؟ سلامتك. يلا امشي اوصلك. امي ايش انتي؟ انا ام فهد. ايش؟ ام فهد. ام فهد يا ام فهد. ام فهد وين ساكنه؟ بالمعادي. بالمعادي؟ ايه. كم ولد عندك؟ عندي 3. ها؟ 3. 3 عندك؟ ايه. وجوزك وينه؟ جوزي ما هو المفقود. صار له 6 سنين. ايه. ليوم انت دفرتي؟ ايه انا دفرته. ايه عجلوا الخيف لازمكم. واحد وواحد؟ 2. ربع عليك هي 50,000. الله يرزقك ويجبر خاطرك. 2 وواحد؟ 3. الله يجبر عنك ويرزقك. عندك 3 اولاد؟ 3 اولاد الله يحن عليك. وانتي 4؟ ايه. مين طلع عليكم بعد الله؟ والله عندي ولا ابني ما مخبى عنك، ابني بشغله هون الله يحن عليك. ايش بتشغلين؟ ها؟ ايش بتشغلين؟ بشغله حبكة درزي. حبكة ودرزي؟ ايه عمرك. كأنه هون ورشاته. ايه الحمد لله. عمره 13 سنة. ايش بجيب لك هذا بالاسبوع؟ 15 20 عشان ما اكذب. وانتو بتعيشوا عليها انا 60 ايه. بالشهر؟ ايه الحمد لله. انت ما تشتغلي؟ لا ما بشتغل مالي قدر الله. ليش؟ ليش؟ 100,000 يلا. الله يعطيك العافية. طولي بالك طولي وين راح لك يا عادل؟ الله يعطيك العافية. الله لا لا الله يعطيك العافية كثر خيرك إلي. الله لا يضيمك. بتعرف هلا انت بدك تحج انت بيرك؟ ليش بدك تحج انا بيرك؟ يعني ضروري اسوي لهم عشاء. كنت عم بسعى. تروح تسوي له عشاء؟ ايه. الله يجبر بخاطرك. طيب في شيء سيد عنا؟ اه طيب. روح تروح تعمل له عشاء؟ ايه. بهال 100,000؟ ايه بسوي عشاء بشتري شوية اغراض. نحن 3 وانا 4. 3 اولاد عندك؟ ايه. هدول الولدين؟ ايه. لا هاد وواحد بالشغل. ايه. وواحد لسه عمره. انت عندك 3 صبيان بس؟ ايه. اه؟ ايه. 3 صبيان وانت 4. ايه. هات ال 100,000. اعطيني 500. واحد وواحد 2 هي 500. الله يجبر بخاطرك ويحميك. الله إلهي يجبر بخاطرك. اسمعي شوي ايش بتقول لك تقسيمة شو؟ تفضل. هذول هلا بيعتبروا ايتام. ايه. عندك 3 صبيان. ايه. 3 صبيان كل واحد 100,000. الله يكثر خيركم. الله يكثر خيركم يعطيكم العافية. الله يعطيكم 200,000 وكل واحد 100. الله يجبر بخاطرك ويعطيكم العافية إلهي. اشتريتي لهم شيء علي؟ لا والله لسه. مرحبا يا حجي. أدينا عيوني. شلونك؟ الحمد لله أبوي. شلون صحتك؟ ألف نعمة من نعم الله. إيش قاعد هون عم تعمل؟ إيش عم تسوي؟ إذا يعني بيرخي أنا عم بستنى أقضي العصر وصلي. صلي العصر؟ أنت هون ساكن؟ إيه. وين ساكن هون؟ هون ساكن. هذا الحوش؟ إيه. مين ساكن معك؟ في ولادي 2 ساكنين معي. في 3 جيران ساكنين كمان. شلون يعني جيران؟ جيران لحولهم يعني.
مقسومين لك مقسومين كل حوش لحوش. يعني اولادك اثنين شو بيشتغلوا؟ واحد بيشتغل بالتعمير موظف، والثاني بيشتغل باللحم بعجين. ايه حجي ايوه البركه. كم احفاد كم حفيد عندك هلا؟ كيف اروح انا؟ كم حفيد عندك؟ من بنات وصبيين. انت عندك ثمان هلا، وانت اول شيء اولادك ثمان بنات وصبيين؟ ايوه 10. حجي موجود؟ ابو ايش بقولوا لك؟ ابو علي. ابو علي الحجي موجود يا ام علي هلا؟ توفي ميتين من امتى؟ لا 10 سنين. ما تجوزت بعدين؟ ما تجوزت. ها؟ ما تجوزت. ما اخذت القرار. الجيزه بدها يا اخي. ها؟ الجيزه بدها. الجيزه بدها مو لانه بتحبها. لا الجيزه بدها. انا قلت الاخلاص وما اخلاص طلع الجيزه بدها. لا اخي. طيب أربعة وواحد خمسة. أعطيني 500,000 2 وواحد ثلاثة. هي 500,000 أنت تصرف فيها براحتك. الله يرزقك. ماشي حجي إن شاء الله. إذا ناوي على الجازة ما خير أشاركك معي هلا بالمساواة. بدي مصروات كثير يا حجي. يلا السلام عليكم. أمير بدك أبوس قلبه أنا. الشاب الحلو والله اول شيء نحن ربحناه معنا وربح مليون، فانا لازم نوصله لك. الله يكثر خيرك. بس هو رجال، هو ابضاي، هو رجال بيت. ها لك شلون؟ وين ساكنين؟ نحن بجسر الحج. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. طلع علي، شو اسمك؟ محمد. محمد هلا هو عنده اخ وكمان اخ ثالث وبنت. بنت ايه. منين عم تصرفوا غير هو راتبه بس؟ ام شريف. يا ام شريف انا انبسط. الله نعيد. الله عنا عياد. طلي علي هلا، هو ربح المليون وانا فهمته ايش قلت له. قلت له شاد. قلت لك نسيت. 250 قلت له انتوا الاربعه 250 بس في حموده ما كنا حاسبين حسابه. حموده معلش. يلا ما طلع علي يا حموده. واحد وواحد اثنين. يبا عليك دي 50,000. يلا 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 يلا. في بيان 500 ما بيان 500. طيب شوف 2 و1 3. قول 3. قول 3. 3. يبا عليك 3 و1 4. يبا عليك 4 و1 5. 5 و1 6. يبا عليك هاي 250,000 كمان اميلو ياهم. الله يرضى عليك. كل عام تبقى الف خير. وانت بألف خير. بدي نشتري لبس العيد ان شاء الله. لك انت شاطر بالخياطه ولا شو؟ شاطر بالعاده. لك معلم. غير له صنعته؟ لا ما بعرف اساله له، هو رغبته. هو ما درس ابدا؟ درس السادس بطلت. ما انا معي درس السادس ما بطلت. غرف قلبي على شريف. انا يعني بشريف واحد ما خلصان، يجي شريف اثنين. هذاك الوقت بطفشوا 70 واحد بالزاعة. عم بدعي لربه يشوفك. ليش عم بدعي لربه يشوفك؟ مشان يشوفك. رجال البيت ابضاي. والله لسه بدي اربحكم. والله لسه بدي اربحكم. ام الايتام انت. الله يرزقك خيو. ام الايتام. ايه ايه هات ال 250,000 رجعها لعنده. والله كثير هيك. واحد وواحد اثنين. ها اثنين. علي صوتك. اثنين. واحد وواحد اثنين. وهي مليون تاني. يا والله كثير. الله يرزقك. من الايتام وزعوا انتم وصرفوا. الله يجبر بخاطرك. الله يجبر بخاطرك. ربي يرزقك ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير. السلام عليكم. الله يسلمك يا رب. بخير وانت بألف خير يا رب. شو عندين هون عم تعملوا؟ مش عم استنى جوزي. ها؟ عم استنى جوزي. سبحان الله. تأخر عليك جوزك. لا عدي أشوفك بسيارة وأنزل معك على برنامج المسابقة. أهلا وسهلا. أم إيش بقولوا لك؟ أم جمال. أم جمال عندك جمال ومين؟ ونايا. نايا وين ساكنين؟ هون جبت شلبي. 4 و1 5. شو الفطور اليوم؟ والله لسه ما قررنا يعني مشان ما أكذب ما بعرف. ست لحالكم ساكنين؟ لا مع بيت وحماي. عمي وحماتي. عمك وحماتك؟ ايه.
طب هلا هو شلون جاي ياخذك؟ هون عند القصاب هو. ايه. فانا قاعده عم بستنى مشان ارتاح شوي. يلا. 4-1 5 الله يرزقك الهي ربي. ايش قلتي لي؟ ام جمال. على راسي يا ام جمال. 6-2 6-2 8 150 الله يرزقك. 4-1 5 الله يرزقك. هلا بقى 1-1 2 هي 50,000 تعزمي جوزك وبيت حماكي اليوم. ها اليوم تكرم عينك تكرم عينك. مسابقات وفي ظرف مظروف حصل لازم اعزمه اليوم. اليوم بتعزميه. تكرم عينك. الله يخليك. الله يرزقك يا رب. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت بألف خير. والله بتعرفي شغلي هذا ابو النور عبي عم يكفر عن اخطائه امبارحه. هذا الظرف تخليه لك. تكرم. ماشي صاروا 250. ايه. هدول 4-1 5 فروشتين بركات سيف الدولة مشويات. بركات ايه. سيف الدولة. ايه. ما عرفتي بقلب السوق. ايه بعرفه. ايه. جيبي فروشتين مشويات. الله يرزقك يا رب. الله خلينا اياك ابو النور ذكرتني. الله يسلمك يا رب. تأمرينا بشي ام جمال؟ ما بدي شيء. نايا اسمها؟ ايه نايا. ابوس نايا. يلا سلام عليكم. افتك عم طلع هيك. سلامات. اهلين. بس سلامي. انا شحني نصف 1% خالص يعني. ما شاء الله يعطيك من العافية. من الفتل اليوم الحلقه ضخمه. ام ايش؟ ام انس. ام انس يا ام انس وين ساكنه ام انس؟ هون ساكنه والله. هو وين هون؟ ايش طيبخة اليوم؟ والله صرنا طيبخة شيء بدالي بيضات اليوم و علي بيض؟ والله طيبة. أنا ليش لحالي؟ لحالي ولادي ما عندي انا لحالي. شلون يعني ولادك ما عندك؟ انا لحالي مسافرين وعندي عسكري مفقود. اي هيك. وطيب وجوزك وينه؟ متوفي. هلا ما عندك ولا بنت؟ عندي بنات من هون ببيتهم بيوتهم جوازين كلهم. ايه. نعم. بسألوا عليكي مناس؟ يعني هيك قالوا بسألوا عليكي لا. بسألوا؟ كل من لحاله كل من لحاله يا ابني. وهالوقت صعب هيك الله ما اختلفنا. الوقت صعب. ايه. الأمور المعيشية صعبة صح بس على الأقل يزوروكي. ايه كل فترة زمان ما عندي غير بنتين عندك. الله يخليك يا هم. الله يعني مرضيات. الله يرضى عليهم على الطرفين. الله يرضى عليهم. مناس 1-1 2 أبوي. الله يرزقك روح. الله يحن عليك. 2-3 5 الله يرزقك ربي ويحن عليك. الله يحن عليك ربي. 1-1 2 روح. الله يحن عليك. 50,000 رمضان كريم والله أكرم. الله الله أكرم. إيه والله. الله يكرمك ربي. 2-2 4 يلا هي صار روح. الله يرزقك ربي دنيا آخرة ويحن عليك ربي. أحلى خاطر. الله يحن عليك. الله يسلمك ربي. أم إيش؟ أم أمير. هذا أمير عنكم؟ لا عندي ثلاث أولاد. ثلاث أولاد؟ من وين أنت؟ من إدلب. من إدلب يعني من من حارم. من حارم. وأنت؟ أنا من حلب ساعد بزيد. حلبي أخذ البيبية؟ ريحتك؟ حرمية. هدول حرميات يا لطيفة. بقلك؟ لا كويسة. بعرفهم أنا. طيب سؤال لك أول شيء. إيش في عليكم ديون؟ بطلعوا شي 500 تقريبا. ايش هن الديون؟ هاتي لشوف. دين لحماتي شي 160,000. الله هدول من اهل البيت. شاد؟ شي 160,000 وامي شي 150 تقريبا. ايه. وعمي بده مني حق جره ابوه. كان عندنا جره من عنده عيره. سرقوا لنا اياها. وهلا بده الجره عمي لازمته. تشتري له وحده حديد. ايه. نعم غاليه هي يلا. 150 يمكن؟ 150. حلمي يكون عندي خساره. غسالة؟ ايه حلمي يكون عندي غسالة. شو حال غسالة؟ غسالة حوضين يعني؟ ايه لأني طالع والله ايدي صار ما يشتاق بالغسيل والله. لعيون لعيون ايش لعيون ادلب. تسلم يا رب. والبدك اياه بصير. تسلم. غيره. طيب اول شيء خلينا نخلص موضوع. وين ساكن؟ بالعمرية سعد دعبول. اجار؟ ايه. شاد اجارك؟ 20. ها؟ 20. دافع دافع الاجار؟ انا كل ما صار معي هيك بعطيه لمعلمي اللي بشتغل عنده. دفعات؟ ايه. هلا كل شهر بشهره يعني بتدفع له؟ ايه. ها؟ هلا كل شهر؟ ايه. طيب اذا قلنا 5 أشهر ب 20 يعني 100,000. 5 أشهر ب 20 صح؟ ايه. طيب هلا اول شيء بدنا نسالك اسئله البيت. 3-2 3-2 5 برافو عليك. هي 100,000 اجار البيت لخمس اشهر. ركز معي. حماتك 150,000. حماتك 150 وامك 100 وامه 150 وحماتك 150 يعني 300,000. طيب 3-2 3-2 5 اعطيني المليون هلا. طيب هلا اجار البيت خلصنا منه. 300,000 اجار. بقي عندنا حق الغساله. شو حق الغساله؟
شيء 400 300 بدنا نقول 500 خلينا هيك نشتريها مزوزة شوي. الله يرزقك يا رب. تمام. سؤال الغسالة بيقول لك 2 و3 2 و3 5 5. طيب إذا من هون راح 300,000 بالديون وال500,000 بب علينا حق الجرة اللي هي 200,000 إذا اتفقت مع عمك بقول له نص نص معبي لأنه بعرف 250,000 هو فاضي. إيش وحدة لإله وحدة لإلي هي مشكلة فاضي يعني. طيب 6 و1 7 هاي المليون. هاي المليون 300,000 توفي ديونك لحماتك. توفي ديون هذا تاخد رقمك ها دخيل ربكم. 300,000 الديون توزعها تجرى بترجع وبتنقيلها غسالة هي بتاخدها من السكري شارع الوكالات. انت بتنقيها وبتصوروا لي اياها وبتبعتوا لي اياها واتساب. ماشي تمام مشان انبسط هيك امن ريحت ايدين اختي الغالية. طيب هلا هلا ابو النور اعطيني بس زرت مزدوج قلتي عندك 3 اولاد كمان واحد معهم امير وفاطمة ويامن. امير وفاطمة ويامن. يامن امير وفاطمة ويامن. يامن اي هذا يامن اي. هلا انت هدول ما بالك على رجعني شوي لورا. 4 و1 4 و1 5 هدول 150,000 لكل ولد. الله يرزقك يا رب. 50 و50 باي انت مزدوج 2 و1 2 و1 3 3 هدول 100,000 تشتري بدل عيد لإلك. الله يرزقك يا رب. ماشي هيك صار مجموعنا يعني لازم نكون قربنا على المليونين. الله يرزقك يا رب. حل حلت الأمور. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرزقك يا رب. السلام عليكم. لك شو هالأمامير هدول وين رايحين؟ شو اسمك أنت؟ يوسف. وأنت شو اسمك؟ ترتيل. إيش؟ ترتيل. ترتيل. وأنت؟ جنى. جنى؟ جنى وترتيل ويوسف وأنت شو؟ مظفر. مظفر. وأنت؟ جودي. جودي. أم إيش؟ أم مظفر. أم مظفر؟ يوسف. أم يوسف مين أكبر ليش؟ ابنك؟ أنتوا شو بتقلبوا بعض؟ أمي بنتي أرملة هاي 3 أولاد عندها أنا هدول ولادي. بنتك أرملة عندها 3 أولاد ساكنة معي. ساكنة معك بالبيت؟ مستأجرين إيه هون بيت بالزبدية قاعدين فيه. أنت أمها؟ أيوة أمي والدتي. اللهم صل على النبي حولك وحولك يا أختي بس مبينة العكس يعني مبينة هي بنتك. هي الله يجعلكم دايمين عم بمزح حكي. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. طيب أم مظفر وأم يوسف مين عم بيطلع عليكم بالبيت هيك من بعد الله؟ زوجي يعني عامل وبيجي شوي هيك من أهل الخير كل فترة الحمد لله. بس أم الأيتام. أيوه. قديه صار متوفي زوجك؟ 3 سنين ونص. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب إذا قلنا 1 2 3 وهالاثنين الحلوين كمان صاروا 5 والأم والبنت صاروا 7 والأب 8 وفي بنت حادي 10 9 وابني عمره 20 10 اي 10 اشخاص نحن بالبيت. 10 اشخاص في البيت. طيب ام مظفر ام الايتام 1 + 1 = 2 برافو عليكي. هذه المليون هو الله يرزقكم لكل شخص عنكم في العيله 100,000 100,000 100,000 العشرة. هلا بقى نجي لعندك. تمام هاي 100,000 10 اشخاص 100,000 تمام كل شخص على 10 أشخاص. عندني شو الفطور اليوم؟ والله لسه هلا يعني نازلين نشوف لسه محتارين ما بنعرف. طيب فروشتين بركات بقيان قسايم خالصين. فروشتين بركات مشويات الله يخليك بركات سيف الدولي. ماشي تقولوا بخاطرنا اليوم على الفطور. الله يجزيك الخير يعطيك العافية. سامحونا بس هذا الجزء الأخير بالحلقة شوي هيك أخذ علينا. هاتنا نشوف يا أبو النور 4 و1 4 و1 5 هلا تركيزنا على الايتام 2 و1 2 و1 3 3 و2 3 و2 5 4 و1 5 صاروا 4 زوف هاي 1 و1 2 هاي 250,000 خاصة لك وبأطفالك الايتام. الله يعطيك العافية يا رب. خاصة فيكي وبأطفالك الايتام. انا عم بحكي التوزيعات لانه انت عادلة ها. لا صح تماما. 1 و1 2 هاي ليوسف. واحد وواحد واحد وواحد اثنين اثنين كمان واحدة اثنين قولي اثنين اثنين جودي اعطيني بوسة معلش. انت شو قد عمرك؟ 7 أذكار لبنتي. صف أول. صف أول. صف الأول عقله إيش بقولوا؟ صف الأول عقله شو؟
محدود مصور، صف الثاني عقله جاني، صف الثالث شو؟ عقله ثابت. عقله ثابت لفالت. بقي بنتك الحادي عشر؟ ايه. واحد وواحد؟ اثنين. الله يعطيك الف خير. انت بخير يا رب. الله يجعلكم دايمين. الله يسلمك. كل عام وانتم بألف خير. وعيد فطر مبارك. السلام عليكم. أم رضا. أم رضا يا أم رضا، واحد وواحد. واحد واحد اثنين. 150,000. الله يرضى. اثنين. اثنين واثنين أربعة. الله يرضاك. اختم هون. شفتك من السيارة بس لحقت العيلة لأنه دائما نكون مع أولاد كثير هيك. ليش عم تزور؟ لا والله بس كنت عم بطلع هيك على السيارة، لفت نظري شفتك أم عم بطلع على السيارة. ايه بس هلا أنت عم تزور دكتور معي قل لي أنا. شي أكيد لا. شو بتشتغل؟ أنا مصلحتي معجات فطوية بس هي في المصلحة. هلا بشتغل على عصير التوت. عصير التوت؟ بس أنا يعني هذا ابنك؟ هي تغسيل مذيع؟ شو سميته؟ عدنان. بس أنا بربوع أيدي يعني. ايش؟ مروبا ايدي. انت بتروبه وبتزبطه كذا وهيك وعم تشتغل لعبة حاليا؟ لا لا متجوز؟ صار لي سنتين. عندك هالصبي بس؟ الله يخليكم لبعض. وين ساكن؟ بالسكري. بالسكري. سؤال ثلاثي فورا. واحد وواحد اثنين. الله يجعلكم دايمين. هي 150,000. 50 ب 50 ب 50. الله يرزقك. ماشي؟ كل عام وانتم بألف خير. انت بخير. يلا بدك شيء؟ لازمك شيء؟ سلامتك. أمانة برابطك. الله يقويكم. الله يرزقكم. قال لي لازمك شيء؟ لا سلامتك. أمانة برابطك. والله ما لازمني غير سلامتك. لكن؟ قال لي لازمني غير سلامتك. أنت قاعد بالأجار؟ أنا؟ هو بيرك أنا ببيت لأبوي وأبوي ده طالع من بيته يعطيني مهلة لبعد العيد، أبوي مطلق أمي. وفي عدوانة بيني وبين أمي ومشان أمي تطالع من البيت. شو قد أجار البيوت عندكم بس؟ هاي بالسكة في عند ما والله ما بعرف بس كان من العشرين وفوق. إذا قلنا 25 بتلاقي بيت منيح؟ ملاقي. بتلاقي بيت منيح؟ شو اسمه ابنك؟ عدنان. كرامة لله ونتمل يا عدنان رح ناخد بيت ست شهور أو ناخد بيت سنة إن شاء الله. أعطيني 500,000. 500. تسأجر بيت لسنة. والله ابوك الله يسامحك اذا بتصفي حساباتك. وابوي انا ايش لعب؟ وانا هلا بحكي وابوي دائما بشوفك على الفيس وبتابع حلقاتك. ايه وهلا انا بتمنى انه يشوفني ويشوف انه هو راضي يقلعني برات بيته. الله كريم. وهالشغله صارت من امبارح وقبل امبارح انه بعد العيد فضي. دير بالك تغضبه قول له الله يسامحك لا تخليه يغضب عليك بس خلاص معلش ان شاء الله. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. خلاص في الله ماشي. وشوف ماشي. الله بيقطع من محل؟ لا بيوصل من محل. 3 و2 انت جاوبيني. 3 و2 علي صوتك. 5. هاي 500,000 اجار البيت لسه ما خلصنا. اعطيني هذا الظرف. 1 و1 2. شد هدول. يعني والله ما برجعوا هدول له. ماشي هدول له. ماسك 1 و1 2. هي مليون ليره. 500,000 اجار البيت لسنه. 500,000 بالنص بينك وبينك. الله يرزقك اخوي مثل ما وصيتك. ها انا بدي الله يسامحه بس اني اشتري خاصة الاغراض واجار بيت. امور تمام هلا هيك تمام دخيل هالتمشاي. الله لا يحرمكم بعض. السلام عليكم. هيما اللي قلتنا الطابق الخامس وبناء عليه نحن عرفنا مشان نجيبكم. شو اسمك انت قلتي لي؟ هيلين. ايه. انت كارلا. كارلا. وفي عندكم اختين وامكم؟ ايه. صح. وانتم ابوكم ميت وانتم صغار صح؟ ايه. طيب هلا في معنا هديه حلوه لكم. في اخ اسمه هلال من امريكا، هو مقيم بامريكا، شاف البنات الحلوين اليتيمات وقال بدي ابعث لكم هديه مسابقه تعطوها لامكم هلا فورا. واحد زائد واحد اثنين. علي صوتك. واحد نين. زائد واحد اثنين. أعلى اثنين. برافو عليك. هاتهم كلهم سوا. شايفة كل هدول مليون ليرة. 400 بميتين ميتين. هيما انت الكبيرة بتستلميهم بوزيون لأمك. إذا هدول ربحناهم بالمسابقة مشان نشتري لبس العيد. بعتني أنا عمو هلال من أمريكا. شلفوا لي بوسات. رقد
رقد رقد رقد رقد رقد رقد يلا 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 ها بسرعة. بكون وصلنا معكم لنهاية الحلقة 30 وهي الحلقة الأخيرة من برنامج الناس لبعضها في شهر الخير رمضان كريم على الجميع، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا هذه الحلقة مقدمة من الأخ أحمد وأصدقائه من ولاية ميشيغان الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك الأمر لدينا الكثير اليوم من المتابعات وأيضا الملايين التي تم توزيعها من الأخ محمد عبد العزيز وهو مغترب حلبي، وكمان في عنا مليون مقدمة من أم نور ونيلي من أمريكا. كذلك الأمر أيضا لدينا يعني اليوم شفتوا الملايين توزعت كتير بالحلقة من مواطن إماراتي، من أخ أردني مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة. إن شاء الله ما يكون نسيت حدا يا رب. الكل، الأخ نضال أبو جواد، كذلك الأمر مواطن كويتي رفض ذكر الاسم بالكامل. ما رح يعني الحقيقة شو ما حكيت يعني هذه ثقة كبيرة، وإن شاء الله نكون طلعنا قد الثقة التي تم تحميلنا إياها من قبل الداعمين بكل أنحاء العالم، هم سواء كانوا من سوريا وليسوا من سوريا، سواء كانوا من سوريا داخل سوريا أو خارج سوريا كسوريين أو حتى مواطنين عرب أو أجانب. ما أريد أن أقوله لكم اليوم، انتهت فعلا مهمتنا من برنامج الناس لبعضها في شهر الخير بثلاثين حلقة. ثلاثين حلقة كانت ممزوجة بعبق الياسمين الدمشقي والحجر الحلبي، وشامخة بكل حلقة بشموخ أهلها كشموخ قلعة حلب. فلذلك أريد أن أوجه التحية لأبناء مدينة حلب ولأبناء سوريا وكل المحافظات السورية. إلى اللقاء في الموسم القادم إن شاء الله، وهو الموسم الثالث من برنامج الناس لبعضها، وسيعود إليكم البرنامج بعد العيد، وسأقوم بنشر التوقيت عبر منصاتي على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا أبو النور، شكرا شريف عبس، شكرا أحمد نعمة، شكرا علي رجب، شكرا لكل من وقف ودعم الناس لبعضها. تعبنا لكن الحمد لله رب العالمين، كانت النتيجة نوعا ما مرضية. إلى اللقاء، السلام عليكم.